يعني انا لو اخدت اللبس ده كله كده شكرا اهو اخدته كله على بعضه كده شلته اهو شلته كده كل التيشيرتات ومشيت ولا اي حد هيقول لي حاجه ادي اهو هفتح الباب قدامكم عشان تبقوا شايفين اهو اهو والباب اتفتح يا رجاله وهمشي ومفيش حد هيقول لي انت رايح فين. كلنا عارفين قد ايه جمال وحرية البنات في الدنمارك وده اللي ركز عليه الزعيم عادل امام في فيلم التجربة الدنماركية، ولكن محدش اتكلم او ركز على امانة الشعب الدنماركي والثقة الرهيبة بين الشعب وبعضه للدرجة اللي خلت المحلات والسوبر ماركت تبقى من غير اي عمال وموظفين وكل واحد يدخل ياخد اللي هو عايزه ويحاسب عليه هو وامانته ويمشي. ومع نجاح نوعية المحلات دي اللي اسمها السيلف شوبينج قررت الحكومة تدي دعم وتقلل الضرائب على المحلات اللي بتستخدم التكنولوجيا دي عشان تبقى الدنمارك اول دولة في العالم كله 80% من محلاتها سيلف شوبينج بحلول عام 2025، وده كله نتيجة للتعليم الممتاز اللي الدنماركيين اتعلموه في مدارسهم من طفولتهم واللي طلع اجيال محترمة عارفة ايه الصح وايه الغلط. اهلا بكم كلكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في فيديو جامد جدا 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 يا جماعة. الناس برا في اوروبا وصل بيها الحال من الأمانة من عدم الغش من الثقة في بعض ان هم يعملوا المحلات دلوقتي من غير ناس جواها، مفيش حد شغال في المحل تماما. تدخل المحل سوبر ماركت بقى محل لبس محل خضار محل ايه تلاقيش بني ادمين خالص فيهم، من اول ما تدخل غير ما تطلع انت اللي تدخل بأمانتك بحاجاتك تاخد اللي انت عايزه تدفع عليه يا باشا والسلام عليكم. المحل اللي ورا ده محل لبس بيوضح الكلام اللي انا بقول عليه ده. الموضوع سهل جدا، محل اهو زي ما انتم شايفين مقفول اهو الباب مقفول تماما، مكتوب هنا ان هو اهلا بيك مرحبا بيك. الحاجه الجميله انك انت عشان تدخل المحل بس بتسكان الكود ده او بتبعت الكلمه دي للنمره دي. هنعمل كده، هنفتح بالكاميرا بتاعتي هنسكان الكود هيقول لك ايوه عايز تبعت كده تمام اهو شكرا تبعت الكلمه دي الرساله دي تمام بعتنا هيرد عليا اهو بيقولوا لي اهلا وسهلا الباب مفتوح دلوقتي شكرا. دخلنا جوه هنلاقي المحل اهو مفيش بني ادم فيه غيرنا يا جماعه، انا والراجل المصور وشكرا جدا. ادي اللبس كل اللبس اللي انتوا عايزينه، تختار بقى اللبس اللي انت عايزه بنطلونات جيبات اكسسوارات للبيت حاجات هيك كريستال نظيفه جدا لبس تاني لبس رجالي اهو يعني ممكن تشوفوا اي حاجه انتوا عايزينها هنا لبس رجالي لبس رجالي جاكيتات بدل اهي بدل وكل حاجه مكتوب عليها السعر بتاعها كل حاجه مكتوب عليها السعر بتاعها. ادي مثلا بنطلون هنا او اهو بنطلون اهو نظيف جدا محترم هتلاقي مكتوب عليه السعر بتاعه ميد ان ايطاليا مصنع في ايطاليا والسعر بتاعه السعر والبنطلون الثاني والبنطلون الثالث والجاكيتات والحاجات الشنط للحريم حاجات الحريمي كل حاجه موجوده قمصان اهي جديده لانج كل حاجه بالسعر بتاعها قمصان ثانيه كل حاجه بالسعر بتاعها تدخل تاخد اللي انت عايزه تخلص تشوف الدنيا عامله ازاي تشتري مثلا اهو مثلا حاجه فرو طبيعي حاجه تقيله اهو حاجه يعني محترمه جدا السعر بتاعها مكتوب تدخل تقيس تخلص خلصت يا سيدي وعايز تشتري. بس ان احنا بقى دلوقتي خلصنا اهو المحل جبنا الحاجه اللي احنا عايزينها عايزين نشتري اي حاجه تعالوا نختار حاجه كده سريعا عايزين نشتري التيشيرت دي اهو او البنطلون جين او التيشيرت دي هنعمل ايه هتيجي كده يقول لك انت بتدفع نفسك بنفسك تدخل هنا يقول لك لو سمحت بتسكان الحاجه بنروح عاملينها كده اتسكانت بيقول لك اه والله حسابك كذا بتروح دافع هتقول له والله ايوه هدفع خلاص كده تمام هيقول لك بكارت ولا عايز بتدفع بالموبايل هتقول له بالكارت بتاعك هيقول لك تمام اتفضل يا فندم ادفع هنا هتعمل تيك تاخد الحاجه شكرا السلام عليكم هتروح حاطين لك كيس برضه لو عايز تاخد كيس لو مش عايز هتاخد الحاجه وتتوكل على الله محدش هيقول لك انت رايح فين تاخد الحاجه وتمشي السلام عليكم. واحد هيقول لي هل ينفع حجاجوفيتش يعني اي حد يدخل ياخد اللي هو عايزه ويمشي محدش فيش الباب ده مثلا مش لازم تسكان حاجه عليه ولا بتاع اقول لك يا جماعه والله ما حد هيقول لكم انتوا رايحين فين يعني انا لو اخدت اللبس ده كله كده شكرا اهو اخدته كله على بعضه كده شلته اهو شلته كده كل التيشيرتات ومشيت ولا اي حد هيقول لي حاجه ادي اهو هفتح الباب قدامك عشان تبقوا شايفين اهو اهو والباب اتفتح يا رجاله وهمشي ومفيش حد هيقول لي انت رايح فين
فهمتوا؟ عشان بس الناس تبقى عارفه قد ايه مستوى الامانه هنا جامد جدا، انك انت سايبين الواحد براحته يعمل اللي هو عايزه، لان كل واحد هنا بيؤمن او بيامن على حاجته. الناس التانية عارفين ان الناس هتدخل هنا، معظم الناس الطبيعيه هتدخل تدفع اللي هي اخدته وتمشي، مفيش اي مشكله تماما. اتمنى بجد نشوف الحاجات دي عندنا في بلادنا. اتمنى انك انتوا توصلوا الفيديو ده لأوسع نطاق لكل الناس تعرفوها، عشان الناس تشوف قد ايه ان لما يكون عندك تعليم كويس وان الناس تبقى عايشه عيشه كويسه، مش هيبقى فيه سرقات، مش هيبقى فيه حاجات، كل واحد هيامن على حاجته. ان شاء الله المحلات تفضل فاتحه وما فيهاش ناس شغاله، كل الناس محدش هيمد ايده، محدش هيحاول ياخد حاجه مش بتاعته. اعملوا جوله ولفه في فيديوهاتنا اللي فاتت، شوفوا طبعا فيديوهاتنا في جميع انحاء العالم، اكتب بس على الفيسبوك او اليوتيوب حجاجوفيتش واكتب اي دوله انت عايزها هتلاقي ان شاء الله فيديوهاتنا هناك. استفيدوا وفيدوا الناس كلها. اتمنى تعملوا لايك وشير وتابعونا صفحتنا الرسميه على الفيسبوك حجاجوفيتش، تعملوا لايك وفولو وصفحتنا الرسميه على اليوتيوب حجاجوفيتش، تعملوا سبسكرايب فعلوا جرس الخاطر يوصلوكم فيديوهاتنا الجديده اول باول. صفحتي على الانستغرام حجاجوفيتش فيها صور وفيديوهات حصريه مش موجوده في اي حته ثانيه. اشوفكم على خير باذن الله في حتت ثانيه كتيره جدا. احمد حجاجوفيتش، سلام. Ha ha ha.